السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبيباتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ناشطين. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو في تمام الصحه والعافيه. لاول مره غتشوف لاشين ديالي، ما تبخليش عليا حبيبتي من الضغط على الزر الاحمر سبسكرايب وتفعلي الجرس باش يوصلك اي جديد. الفيديو ديال اليوم عاد كتاب، ندير لكم جوله في صالوني. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. حاولت نتقاسم معكم الافكار اللي انا استعملت كاستغلال المساحه واللوينات اللي خليو يعني لي سباس يبان كبير. وغنحاول قبل نشارك معكم واحد الكيك كيجي زوين بالجزر والقرفه، كيجي واحد البنه فيها البنات، يا سلام. بقاو معايا باش نوريكم المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال الكيك البنات، غادي نحتاج كاس ونص ديال السنيده. الكاس اللي عبرت به السنيده هو اللي غنعبر به الجزر مبشور، درته البنات في الجهه الغليظه. كاس ديال الحليب يكون درجه حراره المطبخ هو، والبيض عندي 4 البيضات، كاس ديال الزيت، خنيشه ديال الفاني، ربع كاس اولا نصف كاس ديال القرقاه، معلقه كبيره ديال القرفه، 3 المعالق صغار ديال الخمارات الحلويات، القليل من الملح، ومعلقه صغيره تقريبا ديال الخل. هو البنات كيفضل الخل الابيض، انا بحكم ما متوفرش عندي درت هذاك الخل الاصفر. وبالنسبه للدقيقه البنات، غادي ندير انا 3 الكيسان اللي عبرت بهم السكر، داكشي هو اللي عبرت بهم الدقيق. وبالنسبه لكم نتوماي مهم الدقيق على حساب الخليط. كيف ما كتشوفوا هنايا ماشي بالضروره تستعملوا الخلاط الكهربائي، بحكم انايا البنات كنت سربانه داكشي علاش درتو. نورمالمون كنخلطو غير بالخلاط اليدوي. غادي ندير البيض وندير معاه السنيده ونخلط مزيان 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 صافي، حتى يبان ليا طلعت فيها علاش بحال الرغوه اولا الكشكوشه. وغادي نبقى نضيف الزيت بشويه بشويه، وكان مع التحريك كيف ما كتشوفوا صافي. غنبقى نضيف حتى نكمل داك الكاس ديال الزيت، وغادي نزيد الحليب حتى هو، نبقى نديرو تدريجيا. ونستمر في الخفق كيف ما كتشوفوا. ملي ساليت درت واحد شويه تقريبا جهد معلقه صغيره ديال الخل البنات، كنعاود الى كان الابيض يكون احسن صافي. كنعاود نخلط مزيان، وغادي ناخذ واحد الاناء هو اللي غادي نخلط فيه داكشي اللي ناشف كامل. درت هنايا كنعاود نذكر البنات 3 الكيسان عامرين ديال الدقيق، ولكن نتوما على حسب الخليط. غادي نزيد هذاك المعلقه ديال القرفه، المعلقه كبيره عفوا. بالنسبه لبنات القرفه والخيزو يعني كيتواتاو بواحد الشكل كبير،
وكيعطي واحد البنه اللي زوينه ورائعه. غير جربوا البنات هذا الكيك راه غزال، خصوصا اللي وليداتهم هكا ما كياكلوش الجزر فحال بنتي. الصراحه راه انا البنات ما عنديش مع الجزر بزاف، ولكن كنحاول ناكلو هكا، كنوظفو في بزاف ديال الحوايج اللي ما يجيش باين باش ناكلو. صافي كنخلط هذاك النواشف كاملين، القرقاع والمليحه، داك الخماره ديال الحلوه وداك القرقاع، صافي غنبقى نخلط مزيان. ملي نسالي غادي نزيد عليه داك الكاس ديال الجزر. كنعاود نذكر انني حكيته في الجهه الغليظه، راكم عارفين داك العوينات اللي كيكونوا هكا كبارين، حكيت فيها الجزر. تقريبا انا هنا البنات درت جوج جزرات، عطاوني كاس، مهم تعبروا نتوما الكاس. صافي غادي نبقى نحرك مزيان، علاش البنات كندير الجزر حتى هو مع الدقيق وهادشي باش ما يهبطش ليا لتحت، باش ملي يطيب يبقى يعني متجانس مع الخليط. الا ما درتوش الجزر مع هاد مع الدقيق هكا ما مرمتوش مزيان، صافي زعما ملي غادي ديروه في المول غادي يهبط على زعما لتحت. صافي وغادي نبقى نضيف في الدقيق هكا على داك الخليط اللي حضرت معكم قبل، وانا اوميمطو كنحرك غير بشويه بشويه، ما ديروش الكميه كامله. نتوما كتضيفوا في الدقيق وانتوما اوميمطو كتخلطوا باش ما يتجمعش لكم البنات وما يتكورش. صافي كيف ما شفتوا الخليط ديالي راه جا على هذا الشكل. نتوما غادي تستعملوا الفورس على حساب يعني، حيت كاين الفورس يعني الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. صافي هنايا البنات راه وريتكم غير مول واحد، انا راه استعملت هاد المول واستعملت واحد المول اخر صغر منه شويه، يعني حيت هاد بحكم هاد الكيك غنديه لصاحبتي غدا، عند واحد صاحبتي نجلس معاها شي شويه وقلت نديه معايا. صافي خليت يعني كميه يعني ليا، ودرت نصف المول الاخر خليته زعما للدار عندي، راه كتجي البنات زويونه. صافي وغادي تدخلوه الفران، كل وحده وفرانها، غير هو الفران يكون سخون. هاد الكيكه كتبغي تدخل الفران وهو سخون، يعني سخنته تقريبا 180 درجه واحد 5 دقائق هو كيسخن. صافي عاد باش درت الكيك كيف ما كتشوفوا البنات، تقريبا راه هاد الكيك عطاتني هاد الحجم اللي كنوريكم دابا، وعطاتني واحد الحجم اخر. كتجي زوينه البنات، كتجي رائعه وغزاله، وداك القرقاع والجزر والقرفه كيعطيو واحد يعني واحد الطعم غزال غزال، غير جربوها البنات. وانا هنايا يعني زينته يعني بشويه ديال الشكلاط وهذيك الحبيبات هكا ديال الفانيد. صافي وبالصحه والراحه. بسم الله، غنحاول البنات نبدا معكم الجوله ديالي من الدخله ديال الصالون. المهم هذا الموب اللي دايره هنايا ان شاء الله في فيديو قادم غنحاول نشارك معكم هذا السيجور كيفاش هو منظمه. المهم كيجي هذا الموبل في الدخله ديال الباب ديال الدار ومقابل مع الباب ديال الصالون. الدخله ديال الصالون كتجي البنات على هذا الشكل، فيها جوج ديال الكوتيات، واحده على اليمين واحده على اليسار. وبالنسبه للكوطيات كيجيو البنات على هذا الشكل، منقوشه كامله وفيها داك الخرصه من هكا ولا ما عرفتش شنو كيسميوها هكا من الوسط، فيها هاد النقيشات عزلتها انا على هذا الشكل البنات، كتجي زويونه. وبالنسبه للعود كيف ما كتشوفوا درت هاد النقشه بالطوغي ولا اسود كيف ما كتشوفوا البنات، كتجي زويونه.
والكوطيه راه فيها هاد هكا على شكل سبوله من الفوق او لا، مهم هكا كتجي من فوق القدام ديال الكوطيه في الوجه ديال الصالون، كاينه بحال هكا على هاد الشكل كيف ما كتشوفوها البنات. ما عرفتش شنو كيسميوها الصراحه، كان قال لي السيد اللي كيدير العود قال لي السميه ديالها، والله ما عقلت بالضبط. كتجي فحال هكا البنات صراحه، ديكورها زوين. مهم نستمر معكم في العود، نوريه لكم عن قرب كيف ما كتشوفوا البنات. هكا جا العود التي نهبط، كنتمنى يكون واضح لكم. هكا جا فيه داك النقيشات من التحت، وجا عامر هكا بالنقش من الوسط، وفي الجناب درته غير خفيف هكا صافي. وفي النوار كنعاود ناكد في الاسود، كيجي البنات رائع. الدوغي والاسود كيجي زوين، الذهبي كيجي فن مع الاسود، كيعطي الصراحه واحد واحد البغيون غير ما كيبانش في الكاميرا. وندوز معكم دابا للطبيله كيف ما كتشوفوا، درتها فحال هكا من التحت، عندها هكا داك ربعه ديال الرجيلات وفيها داك الدواره صافي. وكتجي هكا البنات نفس النقش اللي كاين في العود في السدادر درتو في الطبله. ولكن يهمكم الامر يمكن لي ندير لكم جوله عند من الخشب، راه كاينه البنات في القريعه صراحه عنده داكشي زوين وهماوي ورائع، واسمنه زعما مزيانه. هكا جات دايره ودرت فيها نفس هذاك الخرصه اللي جات في الكوطيه، درتها الوسط تما. واكيد هذاك الفاز راه كنت شاركت معكم هذوك البنات، غير بحال البول خديتها من ياتو كيف ما كتشوفوا، وشريت هذوك بحال الكرات ديال الكريسماس حيت دابا راه كتعرفوا راس العام صافي. وعجبني الديكور ديالهم وقلت علاش لا ما نوظفهمش في شي حاجه، وخديتهم كنظن البنات ب 15 ولا 16 درهم، والله ما عقلت بالضبط صافي. ودرتهم تمايا فاتك، عطى الصراحه واحد بحال الاضاءه للطبله. باقا ان شاء الله البنات غناخد شي ديكورات، المهم فاش ناخذهم اكيد غادي نشاركهم معاكم. المهم بقى معاكم في الطبيله كيف ما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل، راها كبيره وفيها هذيك الرجيله، ونفس هاد نفس النقشه نفس الطبله درت داك هذاك السوندريات. انا غنوريها لكم، درت غير جوج باش ما يجيش لي الصالون هكا مشارجي بزاف. كيف ما كتشوفوا البنات هذه هي الكوطيه الصغيره، هذه فحالها فحال الطبله، درت غير جوج البنات، وحده على في الجنب ديال الكوان اللي على اليمين والجنب ديال الكوان اللي على اليسار، وحده هكا وحده هكا. عطاو الصراحه منظر زوين كيف ما كتشوفوا، حتى هي فيها نفس داكشي اللي في الطبله غير هي مصغره فحال هكا. والضوغي كنعاود ناكد راه كيجي زوين البنات هو والنوار. ودابا ندوز معكم الكوان، الحاجه اللي ننصحكم بها البنات بالنسبه للاخوات اللي ساكنين فحالي هكا في سكن اقتصادي، كنصحكم باش ديروا هاد الكوان ديروه بحال هكا يعني مربع، ما ديروش هذاك الشكل اللي فرماجه حيت ما كيهز حتى شي حاجه. وهاد الكوانات اللي درت انا البنات هاد الجوج والله الا عرفتي شحال هازين ليا، ما شاء الله راه هازين ليا. زعما شي نهار نحاول نوريكم اشنو يعني كافكار شنو يمكن لكم هكا تخشيو فيهم، فيه المينطات فيه الباليزات فيه شي حوايج ما زعما بزاف هاز ليا بلا قياس. ما تبقاوش البنات تشوفوا غير الديكور وتنساو يعني هكا توحلوا في الحاجه في الاخر، شوفوا الديكور او ميم طو يعني الحاجه اللي غتكون عمليه فحال هادو الصراحه، وما ندمتش عليهم البنات. اما داك فرماجات راه ما كيهزوش بزاف، ديكورهم زوين ولكن راه ما كيهش يعني ما يصلحش للسكن الاقتصادي كيف ما كتشوفوا. كيجي البنات على هذا الشكل وتبارك الله راه غارقين، والتحت ما دارش ليا الخشب فيها التحت يعني مسدود مره، دار لي هكا الخشب على شكل هكا دريجات باش تبقى مهويه ليا هاد الكوان ما يتزمطش. ان شاء الله في شي فيديو راه غادي نحاول نشارك معكم كيفاش الوسط ديالو باش يبقى يعني تقولوا لي اشنو يدير لكم، ما يديرش لكم غير عود التحت زعما هكا يعني خشبه، يدير لكم هكا في دريجات بحال دريجات باش يبقى حتى هو اي حاجه درتوها حتى هو تما صافي. وزوقتهم البنات بهادو ديال النحاس راه معروفين دابا، حتى هادو البنات راني خديتهم من القريعه بالنسبه للخشب
وبالنسبه لهاد الاغلبيه الديكورات وداك الشيء خديتهم من القريعه، كيجي على هذا الشكل. كاينين جوج لور ديال هذاك لي بوجوار، وكاينه هاد الساعه كتجي زوينه الصراحه البنات فنه. حطيتها هكا فوق الكوان. ننتقل معكم الكوان الاخر. دابا البنات كنهضر لكم على الخشب، وعاد ندوز معكم ان شاء الله للطليمطات. بالنسبه للفاص الاخر حتى هو دايره فيه نفس السوندريه اللي درت في الجهه الاخرى صافي. والفوق درت هاد هذاك الفيزان، راه معروفين درتهم تما الصراحه البنات ما اقتنعتش بيهم، ولكن كنقول المهم على بين ما نلقى شي حاجه اللي هي زوينه وعجباني وديك الساعه ناخذها. وبالنسبه لهاد الكاج راه كنت شاركته معكم، خديته من اسباس تركي كبير هكا وزوين، وباقي ما لقيتش ليها البنات البلاصه فين نحطو صافي. وقلت بما ان فيه توا الدوغي والنواغ والباج وداك الشيء يعني اللوينات اللي في الصالون، حطيته هنا مؤقتا بيد ما ان شاء الله هكا نلقى شي حاجه اللي هي تجي حسن اكثر. المهم راه نهار نلقى البنات شي ديكورات وغندير شي تغيير هكا، راه ضروري ما نشاركو معاكم كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. وندوز معاكم دابا للطليمطات. بالنسبه للطليمطات كيجيو هكا على هذا الشكل، نوريكم الستاري كامل عاده باش ندوز لكم يعني بالحاجه بالحاجه. هذا الستاري اللي في الدخله ديال الباب اللي كنعاود ناكد البنات ان شاء الله في شي فيديو، راه غادي نحاول ندير لكم جوله في هذاك الموبل اللي لهيها وداك الشيء وكيفاش تدر حطيت هذاك الموبل. ما واحد الفكره والله الا غتعجبكم نهار غنشاركها معكم غتعجبكم، واخا ما يكونش عندكم لي سباس يمكن لكم تحطوا الموبل تما ان شاء الله. مهم في الفيديوهات الماجين غادي نشارك معكم كل شيء الافكار. مهم هذا هو يعني اغلبيه ديال السديدرات درتهم على هذا الشكل، غير هو كل سداري والحجم ديال المخدات. بحال هذاك اللي على الباب درت فيه ثلاثه المخدات يعني مويان، هادو درتهم كبار كيف ما كتشوفوا. وهاد الفاصل البنات اللي هنايا حتى هو درته كبار، درت هذيك الورده من الجناب على شكل تاج، وداك اللي فيه هكا المربعات درته الوسط منه مخده كبيره، وعاود درت به حتى داك لي كوسان كيف ما كتشوفوا. المهم انا غندير لكم دابا بالزربه وعاده باش نصور لكم بشويه بشويه صافي. تما كان بقى لي واحد لي سباس، وقلت ليه باش زعما ما يجيش معيق، وهذه درت هذوك المخده من التلميطه اللي درت اللي يعني كتجي الارضيه، ودرت معها هذاك الخزي صراحه جات زوينه يعني واخا بقى لي داك الفراغ ما بانش صافي. وهنايا عاوتاني كيف ما كتشوفوا درت هاد المخدات على هاد الشكل. ندوز دابا نهضر لكم على الثوب ونقرب لكم اكثر. كيف ما كتشوفوا هذا الاول اللي درت في الجناب ديال كل سداري، درت في الجنب ديالو هاد بحال السمطه فيه هكا. كاين واحد الثوب كيجيو فيه تقريبا ثلاثه ديال التويبات هكا متناسقين مع بعضياتهم، انا خليت جوج والثالث بدلته. المهم الاول على هذا الشكل البنات شوه في هاد الوريدات صراحه ومطروز، وفي هاد الموزونه هكا كله منبت بالموزون زوين البنات والله الا زوين، وكانوا فيه اللوينات غزالين صراحه. انايا عجبني هذا الاخضر الملكي، كيبان زوين كيبان كلاس وكيعطي واحد لي سباس، بحكم يعني السكن اقتصادي ديما نلعبوا على اللوينات اللي يكونوا يعني اللي بينوا لنا لي سباس كبير كيف ما كتشوفوا البنات. هادو بالنسبه للجناب يعني الجنيبات ديال السديدرات بلاتي نبعد عليكم، هذا درتو فحال هكا، درت الجنب ديال المخده في هاد الزواقه على شكل تاج او ورده، وكذلك في الجنب ديالو. والحاجه اللي بغيت نهضر لكم عليها البنات هي المخاد، ما بقاش دابا موضه انكم ديروا مثلا هذيك اللي كتجي هنايا السفيفه كتجي هنايا يعني داتي خسرتو يعني السفيفه كتجي هنايا الفوق هكا. هذه مثلا اللي في الجنب داتي نوريكم، هذه مثلا اللي في الجنب
ديروها نتوما يا ولا ولات كتجي المخده كتجي دايره، يعني ما كتجيش مقسومه بهذيك السفيفه كيف ما كتشوفوا. المخدات كاملين راني درتهم هكا يعني دايرين كاملين، ما فيها لا سفيفه الا في الجنب اللي كيجي فيها هذيك كيف ما كتشوفوا، ودرت فيها هاد المهم ما عرفتش كيقول لها سفيفه ولا ما نعرف. المهم درت هكا كيف ما كتشوفوا، درت فيه بلاتي كيبان فلو، درتو البنات هكا في البلونكاسي او الدوغي. كنعاود ناكد لعبوا على اللوينات المفتوحين كيف ما كتشوفوا. هذا هو اللي درت في الجناب ديال المخدات. وبالنسبه للكوسان اللي تا هما كيجيو في الجنب ديال السداري، درت هذا اللون، عفوا درت هذا الثوب اللي مربع فيه هكا، يعني الاخر فيه الورده وهذا فيه هكا بحال المربعات، وكيجي حتى هويا فيه هاد الموزون منبت به، كيجي زوين البنات. وراه هاد الموزون راه ماشي زعما تقولوا غتجلسوا غيخسر، ها نتوما كيف ما كتشوفوا راني كنورك عليه تبارك الله ما شاء الله، ما كي زعما ما كيطير ما حتى شي حاجه، يعني داكشي كيف ما كتشوفوا. نقرب لكم اكثر، صافي درت هاد لي كوسان، درت كل جنب ديال السداري درت فيه نفس هاد الديكور، يعني كوسان من الفوق من اللور اللي هو انا نوريكم نقرب لكم، والقدامي درتو هكا مربع، والجنب درت هذاك التاج، عطى ديكور زوين البنات، عطى واحد المنظر زوين. ودرت باش نكسر هذاك الوريضه وهاد هاد لي كوسان، هاد الكوسان يعني اللي درت الاخرى، درت هاد الثوب اللي كيكون بحال مرشوش بالدوغي في الباج ومرشوش بالدوغي كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل. وحتى هو البنات راه هانتوما كيف ما كتشوفوا كيبقى، يعني ماشي تخافوا تقولوا غتجلسوا عليه ولا غادي يطير ولا. الصراحه هاد السيد اللي مشيت عنده، عنده الكاليتي وعنده الخدمه، راه درت واحد الجوله عنده البنات في واحد الفيديو سابق الا بغيتوا، ولا كيهمكم الامر نمشي نوريكم يعني بالضبط فنجة، راه كيدير ثمن زوين البنات، وكيدير لكم داكشي اللي نتوما بغيتوا، داكشي اللي تشهيتوا كيديروا لكم. وقال لي الثوب غير عزلي انت الثوب اللي بغيتي، وانا غنجيب لك زعما بقل من داك الثمن اللي لقيتيه في ضرب عمر. وفعلا انا داكشي اللي درت البنات، مشيت عند السيد اللي عجبني عنده الثوب وعيطت ليه، جا هو تذاكر معاه زعما الصراحه من الظرافه والخدمه، وعنده الاساسي في هادشي عنده الكلمه، يعني داكشي اللي نتوما بغيتوا البنات كيديروا لكم. غنخلي لكم النمره ديالو في صندوق الوصف، وان شاء الله الا كيهمكم شي ندير لكم عاوتاني جوله عنده، راه ديجا دايره جوله عنده، غير ترجعوا للفيديوهات السابقين، ولا غنحاول نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله، وغتشوفوا داكشي اللي عنده، عنده بزاف ديال الاشكال وعنده يعني كيخدم داكشي زوين. وبالنسبه للبنات الارضيه، هذا الثوب اللي هذا الثوب نورمالمون هاد الخزي اللي فيه الورده والاخر اللي فيه المربع، نوريكم الثوب اللي كان كيجي معاه في الارضيه، الثوب اللي جا معاه في الارضيه هو هذا الخزي فحالو، يعني حتى هو اخضر ملكي كيف ما كتشوفوا، راه فحالو راه خوه، يعني غير انا البنات بحكم راكم عارفين ملي كيكون سكن اقتصادي اولا بغيتو تبينوا لي سباس كبير، ما ديروش الالوان الغامقه كيف ما كتشوفوا البنات، راه كون درت هذاك اللون داك التاج مع الخزي ديالو ما كانش غادي يعطي الصالون، يعني غادي يبان غامق. انا اشنو درت بلاتي نرجع، شنو درت البنات، درت هذا كيقولوا ليه روتانا، هذا الثوب كيتسمى روتانا، صافي درتو هكا على شكل باج وفحال فحال الدوغي، فحال داك الباج اللي غادي للدوغي، ودرتو اونتيطاج كديروا ليه هكا كيلون كيولي هكا لون كيف ما كتشوفوا. واخا يتوسخ البنات زعما هكا يجيو عندكم الضياف وعندهم الوليدات وداكشي، ما تخافوش غير كدوزوا عليه هكا بليلانجات، صافي ما صافي زعما ما كيبقى فيه حتى شي حاجه صافي. وبالنسبه لما بين الثوب والثوب هكا قسمت بهاد الباندله، ما عرفتش شنو كيقولها، المهم هاد الباندله هي اللي قسمت ما بين الثوب اللي هو اوني وما بين الثوب اللي هكا متروز،
هي فيها الدوغي والبلون كاسي كيف ما كتشوفوها البنات. عطات واحد المنيدر زوين رقيق، ما بغيتش ندير شي حاجه اللي غليه دابا باش ما يبانش مشارجي، خصوصا ان الثوب يعني فيه البغيون بزاف. الوسط البنات ما بين المخده والمخده كندير هكا هذا اللي فيه الكروات فحالو فحال الكوسان اللي في الجنب كيف ما كتشوفوا البنات. كنعاود نقرب لكم يعني شوفوا كيفاش مخدوم، مخدوم بواحد الطريقه احترافيه. دايرين هنايا الدوغي الوسط الخزي والجنب ديك الطرزه في الدوغي والطرزه في لارجونتي، وعاد هاد الخويطات هكا مزينين بهم حتى هما في الدوغي كيف ما كتشوفوا البنات. وهاد بحال الوريد بحال الشنيتيفات في لارجونتي وعاد الدوغي، الصراحه لاعبين مزيان على هاد الديكور مخدوم. هاد الشيء باش عجبني فيه الخدمه، زوين زوين بزاف. وكسرتو بهاد لي كالدو، هاد الكالدو البنات كيف ما كتشوفوا درتهم هنايا الوسط، كل بلاصه كندير فيها واحد الوسط باش يكسر لي داك الخزي ومع داك ماشي الخزي المهم داك الاخضر الملكي مع التلميطه. وتا هو درتو البنات بهاد الثوب اللي هو مرشوش بالدوغي، وزدت فيه هاد السنتات من الوسط كيف ما كتشوفوا. مشيت على السامبل بحكم الثوب منقوش بزاف، مشيت على السامبل. ومن جناب درت هاد الهدب حتى هو البنات راه كيف ما كتشوفوا كنتمنى يبان لكم اكثر. حتى هو راه في البلون كاسي والدوغي، بالبلون كاسي والدوغي عطى واحد المنظر زوين وفتح لي المخده كيف ما كتشوفوا. الكاميرا راه ما كتبينش الثوب 100% صراحه، مباشره كيبان غزال اكثر. هكا بالنسبه للثوب. غندوز معكم دابا لواحد الحاجه اللي ضروري اي وحده عندها صالون بغيها ديرها. بالنسبه لبنات البونج اللي انا استعملت ريمال 33 ديال ريش بوند، على ما اظن خديت 530 درهم للمتر، 530 درهم للمتر من ريش بوند سميتو ريمال 33. صراحه زوين واخا كتجلسي عليه ما كيهبط ما حتى شي حاجه، زعما ننصحكم بها البنات كيف ما كتشوفوا هانتوم، يعني واخا كتجلسي رطب وامامتو كتهز يعني كتنوضي كتطلع التفريشه كيف ما كتشوفوا، يعني كديروا غير هكا صافي كيرجع لكم كترجع لكم السداري كيف ما كان، يعني ماشي داك بقى نجبد ونبقى يعني كيهبط زعما كتهبط ملي كتجلسي كيهبط السداري وداك الشيء صافي. وبالنسبه للحاجه اللي بغيت ننصحكم بها البنات حتى هي ديروها كيف ما كتشوفوا، راه هذا العود وهذه هي البونجه، كديروا هذا كيتسمى اللسان، كيتسمى البنات هذا اللسان، هذا كيجي ما بين السداري وما بين البونجه كيف ما كتشوفوا. هذه نوصي اي وحده بغات تفرش الصالون دير هذه، هذه راه جات في داك الاخضر الملكي غير هو كيبان هنايا ما عرفتش اللون كيفاش كيبان، راه فحالها فحال النقشه في الجنب شتوها البنات فحالها فحال اللون. هذه هي اللي ديجا كتكون في الارضيه مع هذاك الثوب المزوق، ولكن انا ما درتهاش في الارضيه كيف ما كتشوفوا، درت هذا روتانا كنعاود ناكد روتانا، وباش نكسر هذيك الخشبه ما بين الخشبه والسداري فحال هكا درت هذا اللسان، راه كيجي هكا مهم غير كيتخشى البنات، كتحطو ملي كتحطو السداري كتبداو تخشيوه فحال هكا، راه هو قاصح فحال الكرتون ولا معش داكشي ولا عود، قاصح فحال هكا كيجي زوين وكيكسر كيف ما كتشوفوا، كيعطي واحد المنيدر زوين ما كيبقاش يبان لكم داك الفراغ ما بين العود والسداري. وندوز معاكم دابا الخاميه اولا الريدو. هاد الثوب كيتسمى الشبكه، كتجي على هاد الشكل البنات، فيها البلون كاسي والدوغي ما كتبانش مزيان، هذا البنات راه بلون كاسي ودوغي كيف ما كتشوفوا، حتى هي كتجي كتلمع
وفيها هاد الوريده فحال هكا، وانا درت معاها البنات هاد الشوشات كيف ما كتشوفوا، درت معاها هاد الشوشات حتى هما في الدوغي، وفيهم هذوك الحجيرات وديك السينتا كيف ما كتشوفوا، السينتا كتجي على هاد الشكل حتى هي فيها البلونكاسي. ديما دخلوا، حاولوا تدخلوا البلونكاسي في التفريشه ديالكم باش يبان لي سباس كبير. الشبيكه على هاد الشكل زوينه البنات، هاد الشبكه راه ما كيبانش بلونكاسي، راه فيها البلونكاسي والدوغي او ميم طو. ايوا ودرت في الجناب هادوك باش نشد بهم الخاميه، درتهم في اللون ديال السديدرات يعني ديال العود، حتى هي في الدوغي والنوار، غير بانت ليا البنات ما زقلتهاش، قلت هادي هي اللي بغيت هادي هي اللي غتجيني. وفعلا درت واحده في اليمين واحده على اليسار، صراحه حتى هي عطات واحد الديكور زوين. وانا البنات كيف ما كتشوفوا صافي، غير جمعتها، غير هي لواحد الحاجه قبل ما نكمل معكم الريدو اللي نصحكم بها البنات، ديروا الريدو من الراس حتى للراس. شوفوا انا شحال ديال لي سباس شايط ما بين الريدو وما بين الحيط، يعني راه كاين واحد لي سباس كبير غير ما كيبانش. الشرجم جا هكا وجا شايط لي سباس هنا، ونفس لي سباس شايط في الشرجم الاخر. ولكن اللي نصحكم به انكم لي سباس يعني هذاك كامل اللي شايط من الشرجم للشرجم كله ديروه خاميه كله هكا باش كيبان الصالون كبير. انا الصراحه راه كلا ليا الثوب هاد الريدو، والله الا راه تقام عليا، يعني الريدو غالي، ولكن كان ضروري خاصني ندير من الراس حتى للراس باش يبان الصالون ديالي كبير ومتسع. ولعبت على هاد اللوين يعني، واخا نبدل الطلامط ان شاء الله من هنا للقدام ان شاء الله لبقينا في الحياه، يعني نخلي الريدو يعني ما نضيعش فيه. درت هاد هاد الشكل اللي ديجا يعني كان وباقي وغيبقى ان شاء الله باذن الله، يعني ما بغيتش ندير شي حاجه هذاك الشيء اللي ولا دابا ديال الساتان وداك الشيء، صراحه هذاك غدو سوا واحد الوقيته ما غاديش يبقى، ماشي فحال هذا. درت هذا الريدو عملي يعني، واخا نبدل الطليمطات غيبقى ليا كيف ما كتشوفوا البنات. وكنعاود ناكد ديما الريدو يكون من الراس حتى للراس، خصوصا السكن اقتصادي باش كيبان لي سباس كبير، باش كتبان تفريشه كبيره وعامره. شتو كيبان لي سباس كبير. نرجع معكم الريدو كيف ما شفتوها البنات. المهم الريدو راه من الفوق كيجي هكا شبكه شبكه، وبالنسبه للثوب التحتاني ديالو حتى هويا كيجي هكا كله مطروز، حيت الفوق سامبل قلت التحتاني ندير الشو البنات في الدوغي والارجونتي في هاد الزويويقات، والتحت ديالو فيه فحال هاد الباندا كيف ما كتشوفوا. شو هالبنات، توا عطى واحد المنظر جا زوين بزاف، خصوصا كيف ما كتشوفوا هذا راه في الدوغي، وكاينين هكا كاين جوج دوغي جوج بلونكاسي، كيجي زوين زوين عامر، حيت الفوق درتو سامبل حاولت نلعب على هاد الثوب يكون عامر. كيف ما كتشوفوا البنات التحت سامبل، يعني ما كيكون فيه لا هكا لا سفيفه لا حتى شي حاجه، كيجي سامبل تحت والفوقاني على هاد الشكل. كان هذا هو الريدو ديالي، كنتمنى يعجبكم وخليوا لي رايكم في التعاليق. وكنعاود ناكد الريدو يكون من الراس حتى للراس، وزينته بهادي، كنتمنى تبان لكم مع الشعه ديال الشرجم كتجي على هاد الشكل البنات، حتى هي في الدوغي مع الشعر، غير سمحوا لي البنات الدوغي صافي وهابطه فيها هادو من ما كيبانش مزيان، ولكن غير سمحوا لي صافي وفيها هاد الشوشه كتجي زوينه البنات. غير ديروا يعني شي اللي عندها هكا خاميه سامبل
تشري فحال هادو على ما اظن 250 درهم، على ما اظن خديتها من درب عمر صافي. وكيجي فيها هاد فحال الهدب من التحت، جبتها في الوسط ديال الريدو، عطات واحد المنيظر غزال. وهنايا دايره هذه ديال هكا الكلينكس، صراحه ما كنخليهاش ديما، هذه كل مره فين كنحطها. وهادو اللي غنيين عن التعريف خديتها البنات انا هكا، فيها الكادر داير بها من الجنب، وفيها قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه. غير هي البنات راني صراحه ما بغاش تلصق ليا بحكم عندي الحيط هكا فيه ديك الصباغه ديال الدمعه، وما ما قدرتش صراحه نحيدها ما نكذبش عليكم، حيت فيها الخدمه بزاف وداكشي صافي، ما بغيتش عاوتاني نبدا نرون في الدار وداكشي، خليت هاد الصباغه اللي لقيت ديجا غير كنت يعني كان بحال كيعاود يدير ليها السيراج وصافي. وهاد الصباغه ما كتلصقش فيها هاد فحال هاد الشيء، درت ليها غير مسمار من الجناب ديال الهند، واحد من الفوق واحد من الفوق على اليمين واحد على اليسار، وكيف ما كتشوفوا هاد الجنب اللي من هنا راه ما لاصقش البنات، واخا درت ليه هذاك اللصقه دو فاس ولكن راه ما لصقش. المهم راه كنحاول ديما نضغط عليها ولكن والو. كتجي البنات على هاد الشكل، ومازال ان شاء الله مازال ان شاء الله باذن الله باغا نزيد شي حاجه، يا اما في هاد الحائط يا اما في هاد الحيط. المهم البنات فاش غنلقى ان شاء الله شي حاجه اللي هي عجباتني راه غادي نحاول نشاركها معاكم صافي. وندوز دابا نوريكم التريا. بالنسبه للتريا كتجي على هاد الشكل البنات كيف ما كتشوفوا، زوينه الصراحه، كتجي رائعه. خديتها حتى هي البنات من القريعه من نفس المحل اللي خديت منه هادوك ديال النحاس، خديت منها فيها 6 ديال الكيسان، 5 الفوق 1 2 3 5 الفوق، وكيجي هذا الكاس الكبير لتحت. كيف ما كتشوفوها البنات صافي. وكان هذا هو الصالون ديالي، كنتمنى يكون عجبكم البنات، وكنتمنى نكون فدتكم، واللي بغات تستفسر شي حاجه تخليها ليا في لي كومونتير، نجاوب على اي سؤال، اولا تمشي عندي الانستغرام هكا، الا ما جاوبتش في لي كومونتير دخل عندي الانستغرام، ولا كيهمكم يعني الامر تقولوا لي ندير لكم جوله عند مول الخشب، وندير لكم جوله كذلك عند مول طليمطات، واي حاجه خديتها ندير لكم جوله في المحل اللي انا خديت من عنده، تاخذوا هكا افكار. كان هذا هو صار. وما تنساونيش الله يجازيكم بخير من لي لايك اللي كتحفزني وكتخليني نعطي اكثر واكثر. وكنعاود نذكركم ان شاء الله غادي ندير لكم جوله في داري كامله، وكل حاجه منين خديتها وكيفاش استغليت لي سباس في السكن الاقتصادي، وكيفاش اي بلاصه في داري استغليتها، يعني ما كنحط الحاجه حتى كنستغلها البنات، حتى كنعرف يعني اشنو غندير فيها، كنلعب على الديكور او ميم طو لونجمون، يعني ما كنلعبش غير على الديكور صافي ونوحل بزاف ديال الحوايج. ان شاء الله غنحاول المره الجايه ندير معكم جوله في غرفه النوم، ونعاود ندير معكم كيفاش خرجت البنات غرفه، واخا عندي جوج الغرف خرجت غرفه ثالثه الحمد لله والشكر لله. وغندير معكم جوله في المطبخ ديالي ان شاء الله، غندير معكم عده جولات وغنعطيكم افكار، كنتسنى منكم غير الدعم، ويعني تبارطاجيو هكا لاشين ديالي مع الاهل والاصحاب باش تعم الفائده. وكنخليكم ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله، وباي باي عليكم.